يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا اسف على الانقطاع، صار لي فتره ما منزل مقاطع، وطبعا كنت مريض. هاي هسه حبيت هيك جوله صباحيه سريعه. طبعا شباب، انا مخليني بالسطح، واكو ولد علق لي قبل ذاك المقطع الفات، قال حارة علي هين ويموتن بالحار. طبعا لا، مو حارة، هو يحبن الحرارة هنا طبعا، بس لازم تعطيهن وياهن فيتامين سي. كل اسبوع تعطيهن فيتامين سي. فيتامين سي هو يشتغل على رافع مناعة ويبرد الجسم بنفس الوقت. هاي الفيتامين اكثر الجناية جاي يستخدمونه، فيتامين سي او مجموعة فيتامينات بعد افضل، مجموعة فيتامينات تقوي المناعة مالتهم. موجود تروح للبيطري، بس تقول له يعطيك مجموعة فيتامينات ويعلمك على الاستخدام. انا افضل كل اسبوع، يعني خاصة الجو حار، فهو يشتغل على تبريد الجسم ويشتغل على رافع مناعة كلش قوي. يعني أمراض تنفسية ما تنفسية هاي طبعا تخف، هواي تخف. Yeah.